كمان الطبيعه اللي كاينه في الحي راه بالنسبه للساكنه راه مزيانه وعبيديه ماشي بحال اللي، ولكن كاين بعض الاخوان اللي كيستغلوها باش يقضيو بعض المسائل ديالهم هما نزواتهم ويجي يشرب ويتغوط وي ما تشوفوش، لكن كنتي داز من حدا ما تشوفوش حتى بالليل النبات عالي لواحد الدرجه انه ما تقدر تشوف اللي جالس تما. انا ساكنه قريبه بزاف، ها انت كيطلو مشرجم كيبان لهم كلشي، كيعياو ما يغوتو مساكن تاعهم. والناس ديال الامن الحمد لله راهم مجاوبين معنا، ولكن بالنسبه للتغطيه ديال الحي راه شي شويه معاك مع الكبر ديالو شي شويه صعيبه ماشي باش يتحبس كلها ويتحصر كلها، وحنا ما يمكنناش اشاك فون نبداو نعيطو للامن اشاك فون غادي نصدعو ماشي. ولهذا بغينا باش يقدر يكون الحل عندنا حنا اللي لقيناه هو انه يكون مخفر في الحي اللي غادي يقدر يحصر لنا هذا المشكل هذا، ويولي عندنا القرب ديال الاداره تاعت الامن حدانا، اي مشكل بغينا نتعاونو معاهم وسميتو ونلقيو ان شاء الله هذا الحي هذا. بالنسبة لجنان العافية، جنان العافية حي مفتوح على بزاف تاع الأحياء، والإخوة اللي كيجيو هنا تيبغيو تيبقاو يجيو من أحياء أخرى تيجيو حنا تنصيبوه ما كيخسرو أحياء كاع اللي مجاورة حتى مسجد يعني، ونضلو حنا تنصيبوه وهما كيخسرو ونضلو. عندنا حنا دابا برنامج مع دوك الناس ديال البيئة باش نرجعو حي جنان العافية كحي نموذجي. هاد الحي النموذجي كي غادي نديروه هو ممحصورش، هو ما يمكنناش نحصروه لانه بزاف ديال الاخوان تيجيو كيقوموا باعمال وشينه بزاف، ولهذا فكرنا باش يكون ان شاء الله الحل ديال العافيه هو داك مخفر الشرطه اللي غادي يولي حدانا ان شاء الله باش نقدروا نحصروا من هذه المشاكل هذه.